السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إنها سنة الله، ولهذا قد اجتمعنا لنحيي سنة الله في الأرض، ألا وهي الزواج، ولنبي دعوة رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي قال: تزوجوا الولود الودود، فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. فلبيك يا رسول الله وسعديك. ها نحن قد أتينا لنحيي هذه السنة التي جعلها الله لنا حلالاً زلالاً لنا جميعاً. وصلى اللهم على محمد الذي قال: يا أيها الزواج، يا أيها الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه في الصوم، فإنه له وجاء. أيها الأحبة، نقول لكم عليكم أحبتنا السلام من ربنا رب السلام، يدخلكم جنة تحيتها السلام، سلام فيه سرور لكل من يسمعه النجاة بإذن الله من كل شرور. حياكم الله وحفظكم الله وأسعد الله مسراكم والإقامة، وحرستكم العيون السلامة، وأعطاكم الله اللطف والهنا، يأتيكم من هنا وهنا. حماكم الله وحفظكم الله أهلنا أحبتنا، حياكم الله. جئناكم وكلنا فرح، تسبقنا آمالنا وأفراحنا بأن نكون هذا النسب ما بيننا نسب غالي، نسب غالي. يا أهلنا، يا أهل الجبال من أم الزينات حيفا، يا أهل الكرم والأبية، يا أهل الحنية، بكم والله تفتخر المعالي. يا أهل الجبال الكرام، جئناكم وأتيناكم، نحن آل الحيح من صريف الخليل الأبية، نطلب ابنتكم الجوهرة المحمية، ثمنها غال وقدرها عال، أتيناكم لنطلبها لابننا نور الدين محمد سليم الحيح الغالي، صاحب المقام العالي، الذي هو إن شاء الله يحمي جوهرتكم الغالية النفيسة، وتخرج من دياركم معززة مكرمة إلى ديار ابننا، معززة مكرمة بإذن الله. ونوصيه ونقول له وصية رسولنا صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. فعليك أن تعقد النية أن تبني بيتاً مقاماً على طاعة الله، على قال الله وقال الرسول. ومن حقوق الزوجة عليه أن تأمرها بتقوى الله، وأن تأمرها بالصلاة، وأن تأمرها بالحجاب الشرعي، بالحجاب الشرعي. وعلى الزوجة الطاعة، ونذكرها ونقول لها: بعد طاعة الله ورسوله تأتي طاعة الزوج فوق طاعة الأب والأم. فأقيموا بيتكم على طاعة الله،
وعلى تقوى الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام باختصار، وإلا المقام بوجودكم أيها الأحبة يحتاج مقالا ومقال، لكننا رسولنا قال لنا: خير الكلام ما قل ودل. وهذا خير الكلام ما قل ودل. جئناكم آل الجبال الكرام ذو الهمة العالية والمعالي، نطلب ابنتكم لابننا، فأعطونا الجواب، جزاكم الله خيرا، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين. الحمد لله الذي شرع لنا من الدين ما وصى به نوح وإبراهيم والنبيين من بعدهم. الحمد لله الذي أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وأحل لنا النكاح وحرم علينا السفاح. الحمد لله القائل في كتابه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. ونصلي ونسلم على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين، كما قال أخي الكريم من أتاكم، كما قال رسول الله، وكما قال أخي الكريم: من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وحي هذه الوجوه الطيبة المطيبة المباركة من جهة ومستقبلين. وقد قال أخي وأوفى وأجزل في كلامي ولم يبقى لنا منها من الكلام شيء، فنقول تفضل اشرب قهوتك، وإن شاء الله اللي جايبين في طلبكم مجاب على ما تم الاتفاق عليه من مهر معجل يوم. تفضل اشرب قهوتك. الفاتحة على نية القبول. سلم على اخوك. سلم. جدد. طبعا No way.